انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت قال اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايزه اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناة على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. اول مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. قبل ما أعمل الفيديو ده ناس كتير اقترحوا عليا أني ما تكلمش عن ابن منيرة واتجاهله لأنه ما يستاهلش الرد. هو فعلا ملوش وزن وما يستاهلش أن أتكلم عنه، لكن المسيحيين لازم يعرفوا طول ما الشخص ده بيتكلم بافتراءات عن الإسلام وكل كلامه وافتراءاته عن الإسلام بدون دليل أنا مش هسكتله وهتكلم أكتر وأكتر عن المسيحية وحقيقة المسيحية، وبالتالي اللي بيفضحكم هو ابن منيرة مش أنا. واضح أن ابن منيرة مدمن فشل زي ما اعترف قبل كده أنه فشل في الرد على حلقاتي لما قال إحنا مش عارفين نرد عليها. واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليه. وعلشان هو مش عارف يرد لجأ لقساوسة الكنيسة المصرية في كاليفورنيا، وكان اخرهم انجيلو السعد اللي خزله وفشل في ايجاد حل علشان اسكت وما اتكلمش خالص وما كشفش فضايح ابن منيرة، وبالتالي جني جنونه، وخاصة بعد الفيديو الاخير اللي عملته عنه واللي اخد فيه الالم التالت، وعمل فيديو بيتهمني فيه بنفس الاتهامات اللي دايما ما عندوش حاجة غيرها، بيقول ان الاسلام دين نهارة ودين زنا. والنهاردة يا ابن منيرة انت هتكون سبب في كشف حقيقة المسيحية وسبب في تعريف الناس بجهلك وفشلك المستمر. طبعا كل اللي هيتعرض في الحلقة دي مش كلامي ولا كلام المسلمين، دي مصادر من مواقع اخبارية دولية ومن صفحات المسيحيين انفسهم ومن خلال رجال دين المسيحية اللي انت يا ابن منيرة بتوهم المسيحيين انك بتدافع عنهم، بس انت باللي بتعمله ده بتفضح المسيحية والمسيحيين اللي هيتبروا منك ومن افعالك الدنيئة. ولقب ابن منيرة لازم يكون هاشتاج يتشهر بيه لانه نشر فيديو قال ان امه اسمها منيرة. اكلمكم عن امي الحاجة منيرة، الست الطيبة الأمية اللي ربتني عليك تربية وسخة. فعلا ما عرفتش تربي يا حاجة منيرة وخلفت واحد بيعترف انه زبالة. يا رب ده انت بتختارنا من المزابل. يا ولا حاجة، انا زبالك يا راجل، من غير حلفان ما باين على وجهك. هو فعلا باين على وشك، بس اكيد مش الناس الزباله بس اللي بتقبل يسوع، اكيد في فئه تانية بيقبلهم يسوع، وانت ذكرت واحد منهم في احدى حلقاتك اللي كانت بعنوان عم سليمان يرقص بالشوارع يسوع قبلني وانا حرامي. يعني عم سليمان فرحان ان يسوع قبله كحرامي، زي واحد صاحبنا برضه اختلس اموال حفل خيري بجامعه المنيا وهرب بره مصر ويسوع قبله برضه من غير لا دراسه ولا علم ولا مقارنات ولا ايمان. يعني الراجل ده ما جاش كده المسيح تجيب معجزه، ما جاش كده بايمان ولا دراسه ولا مقارنات ولا نونو. ابن منيرة طلع في فيديو بيعيد نفس النغمة اللي بيكررها دايما. الست دي سلطانة الشيوخ، عملت عنها حلقة من 7-8 شهور وجبت ولادها اللي هربوا من مصر بسببها، لأن الجماعات الإسلامية حاولت توصل لهم زي ما أسلموها عايزين يأسلموا الولاد، هي وجوزها، خمسة جوزها والأولاد أظن 5 أو 6، نسيت أنا معلش سامحوني. سلطانة الشيوخ جوزها تعب مرض بعد عنكم
واخده بقى واخدين بالكم، هي كانت موظفه بسيطه في الشؤون الاجتماعيه في بلد ما في الصعيد، ما فيش داعي نفضحها. لكن جوزها مرض، ويعني زي اي واحد بيمرض معرض انه الراجل كبير ما بقيش يعني يؤدي واجباته الزوجيه، عنده ضعف جنسي تقريبا. والكنيسه احتضنت العيال وخافت عليهم، ما مشت الاولاد بابوهم في مكان ما بره مصر، وانا رحت واتكلمت وعملت حلقه معاهم كمان. والشخص اللي انت بتقول انك عملت معاه حلقة فضحك في تسجيل مسرب وقال انك نصبت عليه لانك كنت متفق معاه على انه يقول كلام مقابل انك تبعت له فلوس، وبعد ما سجل معاك الحلقة عملت له بلوك. انا عملت الحلقة دي، هو كان وعدني ان يساعدني ويبعت لي فلوس، وقلت له ان الكنيسة هنا بتساعدني وجابها لي ساعة ب 45,000، وقلت له انا مش لاقي اكل العيال، هو ما بعتليش اي حاجه خالص، قال لي بعد الحلقه حوالها هتجي لك، ولا في حوالها جت ولا في اي حاجه شفتها منه تاني. اقول كل يوم بعد راح هو عمل لي بلوك، عمل لي بلوك على الماسنجر عشان ما بعد كده طلب مني اطلع معاه تاني الفيديو تاني، قلت له مش هطلع في الفيديو تاني، انا ما خدتش حساب الحلقه الفيديو اللي انت عملته، انا عايز اكل العيال، انا لو اطلع على النت انا عايز اكل العيال، انا عايز الناس تعرفني واكل العيال عشان بيبقى اكل العيال عيش حتى ما فيش. ولكن هو برضه اصر ان مفيش اي حاجه، عباره عن اي حد بعت له اي حاجه ياخدها وما يقدرش يديني اي حاجه، مفيش حاجه وصلت. ودي كمان رسالة صوتية بيعترف فيها ان الكنيسة المصرية هي اللي ساعدته في الخروج بأولادي من مصر للسودان، مش رحومة اللي ساعدوه. يا أستاذ الفاضل، هو ما ساعدنيش في دخول السودان، انا مش عايز اتكلم اقول لك عشان خاطر مين اللي ساعدني لدخول السودان، مش هو خالص، هو كان بيتكلم جرجس ابني وانا اساعدك انت اللي عايزه وتعالى اعمل معايا حلقه ومش عارف ايه، كان كله قصد هو كده، ان هو ما ساعدنيش يدخل السودان، هو كل ما في امره قاعد يحمس في ابني، لما سبت الدكان وسبت دنيتي كلها في اسيوط عشان انا في العيال، وطبعا الناس اللي عملت كده كتر الف خيرهم، لا يمت الصلة برحومة للدكتور محمد رحومة. الدكتور محمد رحومة هو مش هو اللي وصلني لحد بره السودان، ولا يفهم أي حاجة ولا يعرف أي حاجة، بس هو يطلع على القناة يتكلم بس كده، عايز يقول أنا عملت وما عملش حاجة. هو بياخد مجهود ناس، مش عايز أذكر أسمائهم عشان الناس دي منها ربنا بتعمل عمل للخير في الخفاء، مش زيك زي ده، ناس متدينة من الدرجة الأولى، كتر ألف 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 خيرهم، إنما الدكتور محمد رحمه الله يسامحه. عم خير، بس انا بطلب منكم خدمة السودان وقع خالص، خدمة الدولة العربية دي، ارجوكم اقفوا معانا، عايزين نساعد عم خير وعياله يعيشوا،
عايز حد راجل محترم، وانا عارف ان الرجاله المحترمين كتير قوي في الدول الاوروبيه وفي استراليا وفي امريكا وفي كندا، عايزين نودي دوله محترمه. تاني انا بطلب من المشاهدين، اخوكوا انتوا عارفين مش بنكذب اهو، بلاش تخلي الشيطان يعطل خدمتك ومحبتك ليسوع. اقف مع الرجل الطيب ده، اقف مع الرجل الطيب ده، عايزين يعيش ووكل عياله المكان اللي هو فيه. الكنيسة قامت بدورها وأجرت له مكان خلاص. أنا هو بس مش ما عندوش فلوس، مش عارف يصرف، مش عارف يوكل 4 عيال، وهو هادي 5 مش عارفين يأكلوا، يقولك مش لاقي أجيب لهم العيش الخبز. يعني كتر خير كنيسة اللي هي تبع جهة، ما مش هنقول إيه إيه عشان ما يزعلوش مننا. قالوا في اسم الله حاجه لما تنهار سابنا كده في الهدر، ولا غيره ولا سفره في بره ولا عمل اي حاجه، عباره عن واحد طلع يعني معلش يعني هو الله يسامحه. ودي اكبر فضيحه لابن منيره، ان الشخص اللي استضافه فضحه وقال عليه انه كذاب، وما زال ابن منيره يدلس كالعاده ويتهم الاسلام بالزنا والدعاره. يحتاج الى الدعارات، مراسم ممارسه البغاء، المقنع، البغاء الشرعي. ها البغاء الشرعي، هو في زنا في الاسلام يا حبيبي؟ ما في زنا في الاسلام، ما في زنا في الاسلام يا حبيبي. ما جايبين حاجه زي كده، زي كده حالات الشباب يرموها في الشارع تحت العناوين معايا. احنا انا خبير، انا دي شغلتي. ما في زنا في الاسلام، وهم بيستغلوا الحكايه دي وبيعتبروا الجنس ده حلال في اي حاجه. مين اللي شاطر في ده؟ واعطي 40 حصانا او 40 حمارا قوه في الجماع، قوة 40 حمارا في الجماع. مين اللي كده؟ اخواتنا الشيوخ صرحت وراهم، صرحت وراهم واعلنت اسلامها، وهي لا تعرف حاجة في المسيحية ولا تعرف حاجة في الاسلام. طيب يا ابن منيرة، هتعرف دلوقتي انت واللي بيدفعوا لك علشان تسب الاسلام وتطعن في شرف اسيادك الزنا والدعارة فين؟ مش عايز اقول لك انه في مخدرات بتتباع في الكنائس ولا دعاره في الكنائس، مش عايز اقول لك الفضايح دي. الكنائس هنا للاسف في امريكا بقت في منتهى الانحراف. تعالوا شوفي لا مؤاخذه، المخدرات بتتباع في الكنائس، الدعاره في الكنائس، السرقه وفلوس وتمويل وغسيل اموال. وبما ان في اعترافات خطيره وموثقه صوت وصوره ومن خلال مواقع اخباريه دوليه وتسريبات، هتكون الحلقه للكبار فقط. في البدايه احب الفت نظر حضراتكم ان هذه الحلقه للكبار فقط، فنتمنى لمن هم اقل سنا نوما هادئا هانئا. شهاده قاده الرهبان في العصر الذهبي للرهبنه، اللي قادوا الرهبنه في القرن الرابع وفي القرن الخامس، العصر الذهبي شهدوا بانتشار الشذوذ بين الرهبان. وانا اقول يا رب اهي البتاع اللي انا بشوفها في الكتاب اهي، يا جدع والله العظيم يا جدع، ده انت هايل. منهم واحد اسمه اسحاق قس القلالي، وده كان اب روحي ل 210 راهب بيسمع اعترافاتهم وعارف اسرارهم في 4 اديوره، وشهد وبيقول كده انه بيعزو خراب ال4 اديوره لوجود رهبان منحلين. والشاهد الثاني والاهم واحد اسمه اورسيديوس، ده قاد الرهبنه بعد رهبنه الشركه بعد مؤسسها بافوميوس، وكان في عظه السبعه بيلقي مرسيه بيعيط على الرهبنه ويقول ابكي يا ايتها الرهبنه على ذيك اللي نجسوه رهبان كالبغال والخنازير. وقال كلام اصعب من كده. خلاص يا دكتور، خلاص. بتقول على الرهبان انك بتنتهي الفرصه تختلي بيها بهذا الصبي وتعطيه ما هو في هد ثوبك الداخلي حتى يسكب عليك الله غضبه. يقصد ايه اكتر من كده؟ هيوضح اكتر من كده ايه؟ هيوضح اكتر من كده ايه يا دكتور؟ هل ده ما يبقاش ذنب؟ ما يبقاش ذنب؟ لما يقول انت بتنتهي الفرصه عشان تعطيه ما في ثوبك الداخلي عشان كده الله هيسكب عليك زي ما بتسكب عليه، هيوضح اكتر من كده. بعدين لو سمحت ده فهم فضايح، لسه فضايح الراعي برسوم المحراي اللي اتنشر سنه 2001 لسه ما اتنسيتش. تجمع نحو 3000 مواطن قبطي مصري في المقر البابوي للكنيسه المصريه، وخرج عده مئات منهم الى الشارع احتجاجا على ما نشرته صحيفه غير حكوميه ونسبت فيه الى رجل دين مسيحي سابق ارتكاب جرائم اخلاقيه ومبازل جنسيه داخل احد اشهر الاديره في صعيد مصر.
ورأى الأقباط أن ما نشرته الصحيفة متناسية طرد هذا الرجل من سلك الكهنوت قبل 5 سنوات ومدعية بأن هذه المبازل قد حدثت في بيت العبادة المقدس قد ألحق ضررا بليغا بسمعة رجال الدين المسيحيين ويشجع على حدوث تجاوزات وعبارات غير مناسبة ضد المسيحيين. السم اللي تمثل بين الناس بالوقت والأفكار التعبانة إيه اللي هيعالجها دلوقتي؟ إيه اللي هيعالجها يعني؟ الجرائد الناس كانت تجيها لبعض إهداءات من تحت الباب وتديها هيعمل إيه؟ إيه اللي هيصلح المواقف دي؟ المسيحي اللي ماشي واثنين اتعرضوا له ما تعرضوش شخصيا لكن قالوا له وهم شايفين الصليب وهو باين قالوا له انت فاتح صدرك قوي كده ليه مش بيحصل عندكم. واعتبر الأقباط الذين عقد مجلسهم الملي الأعلى اجتماعا صارعا أن ما نشرته الصحيفة هو إثارة للفتنة الطائفية داعين إلى إغلاق الصحيفة ومحاكمة المسؤول عما نشر فيها. حقنا لا بلاده وبالذوق واللي عمل كده يعتم والمجلة بتتقفل. تعالوا شوفي تعالوا شوفي لمؤاخذة المخدرات بتتباع في الكنائس انت عارف الكنائس. وكان في أيام عيد القيامة أو أيام أسبوع الآلام المسيحيين بيروحوا إلى مدينة أورشليم عشان يقضوا الأسبوع المقدس ده هناك ويحضروا عيد القيامة في القدس. فكانوا يركبوا المراكب من الإسكندرية ويسافروا لغاية ميناء حيفا وبعدين يسافروا بالبر إلى مدينة أورشليم. فلاحت الناس زي ما مثلا في عيد القديسة دميانة لقي ناس من اسكندرية كتير يجوا يحضروا الاحتفال بتاع عيد القديسة دميانة ويجوا من كل أنحاء القدر المصري. فطبعا اسكندرية كانت هي المناع الرئيسي في مصر ولقت ناس كتير مسافرين وشبان وشابات فجات لها فكرة قالت دي فرصة الواحد يهيل وسط الزحمة يهيل وسط الزحمة. وفعلا ركبت السفينة وسافرت إلى الأراضي المقدسة على أمل إن هي تمارس الخطية في السفينة وفي في الأماكن السياحية دي اللي هي رحمة. ساعات كان الناس يجوا يحضروا عيد القديسة دميانة عشان يشربوا خمرة ويغنوا ويرقصوا عشان يشربوا خمرة ويغنوا ويرقصوا. طبعا الحاجات دي بنعمة ربنا أمكن إن يعني عن طريق الوعظ والإرشاد وعن طريق منع اللي بيشجعوا هذه الأمور إن هم يدخلوا إلى مكان الاحتفالات في أعياد القديسين سواء في عيد القديسة دميانة أو باقي القديسين أمكن منع هذه الأمور إلى أقصى درجة. لكن أنا بقول إنه فعلا في ناس بدل ما تروح تحتفل بعيد القديس بتبقى جاية عشان تهيص أو عشان تدور على حد تعكسه أو حاجة زي كده. لكن أنا بقول إنه فعلا في ناس بدل ما تروح تحتفل بعيد القديس بتبقى جاية عشان تهيص أو عشان تدور على حد تعكسه أو حاجة زي كده. وراحت مريم المصرية بالنية دي ولما وصلت أورشليم وراحوا عشان يدخلوا كنيسة القيامة فبصت لقى في قوة بتمنعها عند الباب من الدخول تحاول تخش مش قادرة. فابتدت تشعر إن ربنا غضبان عليها وابتدت تبكي وراحت عند أيقونة السيدة العذراء وقعدت تبكي قدامها. السيدة العذراء وليدة الإله حاملها للسيد المسيح طبعا على ذراعها وهي تبقى عن يمينه فسمعت صوت يقول لها إذا أردت أن تخلصي فاخرجي إلى البرية. ففعلا نفذت الكلام وخدت بعضها وخرجت إلى صحراء فلسطين أو صحراء المحيطة بنهر الأردن.
ولكن قريبا من جبل التجربة اللي خرج إليه السيد المسيح بعد عماده في الأقدس. احنا بعد ما بنيجي من عند أريحة في سفوح أريحة بنبتدي نطلع الجبل، بنعدي الأول جنب جبل التجربة وبعدين بنطلع على اتجاه جبل صهيون اللي هو مبني على قمته مدينة أورشليم. عاشت 50 سنة في البرية وبعدين قابلها القديس الأنبازوسيما القسط في السنة 40 ولقى شبح كده بيجري واستخبى ورا صخرة فقرب قالت له تعبت إن أنا امرأة ومش لابسة حاجة تعالوا شوفي تعالوا شوفي لمؤاخذة المخدرات بتتباع في الكنائس، انت عارف الكنائس. Most people come to this church for a spiritual experience, but Crystal Rowland decided she wanted a spiritual and sexual experience. So according to police, she urged a boyfriend to break into this church so they could have sex on the altar. Over more than a century in Sanderson, a lot has happened inside Mount Zion Primitive Baptist Church. Weddings, baptisms, prayer services. But on March 11th, there was a first for these four walls. According to deputies, a couple was having sex. I was shocked. In 40 years as a deacon at the small church, Lonzie Altman has never heard anything like it. I don't know what has become of the people. Somebody that would just do something like that in a church. And apparently the lovebirds were trying to set the mood. Police collected red tea candles from this church and there's still red wax splattered all over the altar. When asked why inside the church, police say Roland told them she wanted a spiritual and sexual experience. And both Pierce and Roland were arrested. They each face a count of damage to property and burglary. القمص أنطونيوس باقي ابن عم بطريرك الأقباط الأرثوذكس الأنبا تودروس الثاني واللي عينه في منصب حساس كوكيل المقر البابوي في شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. الكاهن ده اتحرش بأكثر من سيدة في الكنيسة منهم السيدة سامح صبري اللي بتحاول تقاضيه جنائيا، بس القضية الجنائية لم تكتمل أركانها فالمحامي العام قرر ما يكملش. قام الكاهن رفع قضية تشهير على سامح صبري وخسرها، وبعدها رفع ضده قضية مدنية اتحدد لها جلسة يوم 25 سبتمبر 2023. وأكد محامي السيدة سامح صبري أنه بعد القيام بتحقيقات دقيقة ثبت أن السيدة سامح ليست هي الضحية الوحيدة للاعتداءات الجنسية والتحرش التي قام بها القمص أنطونيوس باقي، وقد تم في عامي 2020 وكذلك 2021 إبلاغ الجهات المسؤولة وعلى رأسها البطريرك تودروس الثاني وكذلك المجمع المقدس أن القمص باقي متحرش جنسيا وله العديد من الضحايا. مع الأسف بدلا من حماية شعب الكنيسة من هذا المعتدي قام المسؤولون بالكنيسة الذين تم إبلاغهم بعمل تحقيقات سورية لم يطلع عليها أحد حتى يتم تبرئة الكاهن المذكور المدعى عليه ليحتمي في سلطة البطريرك، بل وحدث العكس تماما وهو لوم الضحايا بدلا من حمايتهم. تعالوا شوفي تعالوا شوفي لمؤاخذة المخدرات بتتباع في الكنائس، انت عارف الكنائس. الموضوع ابتدى معايا من حوالي 3 سنين. كان بيجي لي رسائل من ارقام مجهوله بتشككني فيها يعني. فطبعا انا في الاول خالص انا ما خدتش وديت يعني ما رضيتش اتطرق ليها خالص يعني على اساس انا واثق من مراتي يعني. جت في الاواخر خالص الرسائل ابتدت تقول لي عشان تصدق كلامنا ان في هي عامله مكالمات مع الاب الكاهن ده. فطبعا انا الرسائل كان كتير فطبعا انا ابتديت انا اعمل انا ايه ابتديت اواجهها بالرسائل دي ما هو مفيش دخان غير نار يعني. فطبعا عملت معايا مشكله كتير جامده وخناقه وكده ورحت سبت البيت بعديها. بعد ما مشيت على طول وعملت المحضر بثلاث اشهر تقريبا فضلت ادور في البيت لمده 3 اشهر يعني لغايه لما لقيت الكارت ده كارت ميموري اللي هو
هو الميكرو ده. فطبعا شغلته اتصدمت طبعا بالكلام اللي سمعته فيه. يعني المكالمات بينها وبين الكاهن ده مكالمات جنسيه صرف. قلت لي اسم الكاهن ده ايه؟ اسمه ابونا اثناسيوس رزق. تعالوا شوفي تعالوا شوفي لمؤاخذه المخدرات بتتباع في الكنائس. انت عارف الكنائس يعني بقى مره بقى ام يوسف قال لي موقف يعني صعب كده. كانت الناس بتسلم عليه. دي مره من المرات وابونا راح مدت ايده على صدر واحده ست. يا نهار اسود يا نهار اسود. فام يوسف قال لي انا اتخضيت كده يعني بصراحه. انا شفت المنظر ده اكتر من مره يا ابونا. ففي سنه من السنين جم فقلت له يا ابونا الجماعه جم عايزين يسلموا عليه. قال له نحطه هنا في القلايه يعني. فرحت جبتهم له فخد جاكلين على يمينه من هنا والبنت نادين كانت لسه في كليه على شماله من هنا. وانا والاب والام واخوها واقفين فضل يبص في دي ويبص في دي يبص في دي ويبص في دي. يا عم عيب يا عم استغفر الله العظيم يا رب. انا اول مره اشوف ابونا سميح بالشكل ده. انا ابونا سميح في نظري حاجه كبيره. اول مره اشوفه بالشكل ده. فهم طالعين له عشان يقولوا له على بطرس كبر واثمله والام مش قادره تشيله صعب. طبعا حكايه البوز دي لهات من بسهم كتير يعني. وخدهم كده في حضن الاثنين يبص شويه ويبص شويه ويبص. يا حلاوه هذا الدين يا جمال هذا الدين. انا اتضايقت فالبنت اللي اتضايقت كمان من لفين اللي هي في الكليه مش متجوزه يعني. ازاي ابويا يعمل معايا كده؟ لا بنتي ده ابوكي ده ابو ليكي ما فيهاش حاجه يعني. ده ابوك الروحي يعني ابوك الجسدي لو باذب فيه حاجه مش ابوك يا ابن الكلب. ده ابوك الروحي برضه ما فيهاش اي حاجه عادي خلي روحك حلوه. ده دين ده دين يا ولدي ده دين ده دين ده دين يخرب بيوتكم ده دين. تعالوا شوفي تعالوا شوفي لمؤاخذة المخدرات بتتباع في الكنائس. انت عارف الكنائس يعني. دلوقتي القمص جرجس يعتبر موقوف عن الكهنوت العمل الكهنوتي ويعني مش عارفين طبعا ايه هي الاخطاء ولكن ده البيان اللي تم اعلانه وتم نشر هذا الخبر. يعني السبب اتعرف من بعض الناس اللي سربوا مكالمة بين القمص جرجس عبد الملاك وبين احدى المعترفات. وبعد ما دخلت في الكنيسة وصلينا وقعدنا شوية ابونا جرجس بيشاور لي ازيك يا ابويا ازيك يا بنتي عاملة ايه الحمد لله يا ابويا انا جوزي توفى صلي لي يا ابونا انا عندي عيلين مسؤولية الدنيا صعبة واذكرني في صلواتك يا ابويا. قال لي اديني رقمك عشان ابقى اذكرك في صلواتي واكلمك اسمع صوتك واطمن عليك. تمام يا ابويا ادي رقم يجي مع الساعة واحدة الساعة اثنين يرن علي. طب في ايه؟ طب مين بيرن على حد في الوقت ده ايا كان اللي انت عايزه او ايا كان انت هتقول له ايه؟ المهم بدأ كلامه ما يكونش كويس. ابتدى ألفاظ يا قلبي يا روحي حياتي. ما كنتش عارفة أرد أقول إيه بس اللي هو في حاجة غلط نبرة الصوت في حاجة غلط. سكت ما تكلمتش. بعد كده دخل في نقطة الجنس ويتكلم كلام مش كويس. شكيت الأمي وأبويا واخواتي قعدوا يقولوا لي لا انت اكيد في حاجه في مخك وازاي اب كاهن يعمل كده ده احنا الرعاه بتاعته وهو اللي بيرعانا وهو مسؤول مننا. لا ما يصحش لا اللي انت بتقولي غلط انت اكيد في حاجه في مخك. ابتديت اروح الاباء الكهنه واقول لهم ده بيحصل منه واحد اثنين ثلاثه لا طبعا ما فيش. رحت لسيدنا اكتر من مره واثنين وثلاثه كان بيسكتني مش ياخد كلامي في عين الاعتبار واني ايوه اني ممكن في حد كده يعمل كده ايوه اني ممكن اب كاهن لكن لا هم عشان شايفينه اب كاهن فهو يعني يعمل اللي هو عايزه. ليه يعني يعمل اللي هو عاوزه؟ او مثلا علشان هو اب كاهن لا ما فيش اب كاهن بيعمل كده
ان هم انا قعدت اقول طب اللي في ولا في طب هو انا اللي في يخليه يظهر له ان انا ممكن اكون كده. ما كانش في ايدي حاجة غير ان انا اسجل له ان انا اشوفه هو عاوز مني ايه. ده ما تقلش عليه راجل، ده متحول لذئب بشري عاوز ينهشنا، وهو بالفعل نهش ناس كتير، نهش ناس كتير. ده دين، ده دين يا ولدي، ده دين، ده دين، ده دين، يخرب بيوتكم، ده دين. تعالوا شوفي، تعالوا شوفي لمؤاخذة المخدرات بتتباع في الكنائس، انت عارف الكنائس. اعلنت ابراشية المنيا وابو قرقاص تجريد القنص رويس عزيز خليل من رتبته الكهنوتية وعودته وعودة اسمه العلماني يوسف عزيز خليل، وذلك بناء على نتيجة التحقيقات الداخلية الكنسية. وشملت حيثيات القرار انه تم الاطلاع على الشكاوى الواردة من شعب الكنيسة في مصر وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وكذلك على ما نشر بمواقع التواصل الاجتماعي. وكانت فتاة مصرية قد نشرت شهادة مطولة عن تعرضها للتحرش في أثناء طفولتها من خليل، وذلك في منزل أسرتها بالولايات المتحدة الأمريكية. الكاهن وحش، الكاهن تحت الجلابية بالأسود، وانس دخل الكاهن راح عمل ايه؟ لبس تونيا ايه؟ بيضة. ما بقاش ابونا، ما بقى مين؟ بقى المسيح. ايه ده؟ اتغطى. ابونا وحش، مش ابونا، انا ما اتناولش من ايد ابونا ده. ابونا ده يا عم، ده مش ابونا، دي مش ايد ابونا، ده المسيح. تعالوا شوفي، تعالوا شوفي لمؤاخذة المخدرات بتتباع في الكنائس، انت عارف الكنائس. البابا بنديكتوس السادس عشر يتباحث مع أساقفة أيرلنديين حول موضوع حساس جدا، استدعاهم إلى الفاتيكان لمناقشة فضيحة الاعتداءات الجنسية المتكررة ضد الأطفال. هزت هذه الفضيحة الكنيسة الكاثوليكية، صدر تقرير حول هذا الموضوع في تشرين 2 نوفمبر الماضي، وانتقد تعامل الكنيسة الأيرلندية مع الأساقفة المشتبه في ارتكابهم اعتداءات جنسية بحق أطفال. جرى ذلك في الفترة الممتدة بين 1975 و2004. فضيحة جنسية في الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية. الأمر يتعلق بالكاهن سيرجيو ليبريتسي المتورط بتهمة الاستغلال الجنسي الذي يمارسه مع المهاجرين غير الشرعيين مقابل مساعدتهم في الحصول على تصريح الإقامة على الأراضي الإيطالية. صدمة في منصات التواصل في العالم بعد التقرير الذي أصدرته اللجنة المستقلة بشأن الانتهاكات الجنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا. التقرير سلمى كشف أن نحو 216 ألف طفل كانوا ضحايا انتهاكات جنسية من قبل رجال دين منذ عام 1950. وخلص تقرير اللجنة إلى أنه بعد سنتين ونصف من التحقيقات كان هناك تجاهل وفشل وصمت من قبل المسؤولين في الكنيسة عن الانتهاكات التي حصلت ولم تتخذ إجراءات لمواجهتها. الكاهن الذي كان يؤدي القداس في أعلى هذا المبنى استغل الكثير من الأطفال. أكثر ما صدمني هو عندما حاول تقبيلي بلسانه، كان يداعبني، لم أتمكن من تجنب هذا، كنت أريد أن أهرب لكن كنت أخشى من عدم وجود من يصدقني خارج هذه القاعة. أتذكر رائحة عرقه، أتذكر ملامسته مع الملابس، أتذكر يديه وهي تتنقل تحت قميصي وهو يشدني إليه. كان يضع ساقه ورائي ليمنعني من الحركة ويلصق جسده بي، أتذكر هذا بوضوح، ما زلت أشعر بهذا. كان يطلب مني أن أقول له أنا أحبك، ومن بعد كان يقول لي أنت ولدي الصغير، هذا سرنا يجب أن لا تفصح به. سر كتم عشرات السنين، إنه سر عشرات الفتيان الذين كانوا في الكشافة حين كانوا بين 18 و22 من العمر. الكاهن بغنا بخينا كان مسؤولا عنهم بين الأعوام 1970 و1991. آنذاك لا أحد كان يشك بأي شيء. كان هناك أشخاص على علم بهذا، لكن لا أحد قال أي شيء، لأن هذا الكاهن كان محاطا بهالة فظيعة. أنا متأكد من أن بعض الآباء كانوا لا يصدقون رواية أطفالهم. أبونا وحش، مش أبونا،
انا ما اتناولش من ايد ابونا ده. ابونا ده يا عمي ده مش ابونا، دي مش ايد ابونا، ده المسيح. في احدى ضواحي فيرجينيا الهادئه تقضي السيده بيكي اياني ايامها في العالم الافتراضي بحثا عن ضحايا جدد لمساعدتهم على البوح بالسر الخطير الذي اخفته لاكثر من 30 عاما وجعل منها طفله انطوائيه منذ ان دخل الاب رانيكي حياه الاسره الصغيره واصبح صديقا حميما لها. لقد حظيت باهتمامه لكنه ليس الاهتمام الذي كنت أريده. كان يغتصبني في بيتنا ثم يصعد لتناول العشاء مع الأسرة. صدقت الطفلة الصغيرة التهديد بالجحيم إن هي أفشت السر، فكبرت خائفة وكتومة بل كارهة للكنيسة. حينما جاء البابا إلى أمريكا شعرت بحزن كبير لأن إيماني القوي كان سيشعرني بفرحة عارمة، لكنني حرمت من ذلك وما زلت أجد صعوبة في العثور على وجهة لذلك الإيمان لأنني لا أشعر بالأمان في الكنيسة. تعالوا شوفي، تعالوا شوفي لمؤاخذة المخدرات بتتباع في الكنائس، انت عارف الكنائس. يذهبن للكنيسة ليصبحن راهبات، يخرجن منها وبعضهن يلجأن للدعارة. أبرز ما جاء فيه كان الحديث عن تفاصيل الإيذاء النفسي والجسدي والقمع والعنصرية التي تتعرض لها الراهبات، والتي تعتبر معاملتهن بهذه الطريقة واحدة من أكثر القضايا الخفية داخل الكنيسة الكاثوليكية. سيرنوزيو اعتمد في كتابه على قصص 11 راهبة من خلفيات مختلفة ومن بلدان في جميع أنحاء العالم تعرضنا لأشكال من الإساءة اللفظية والجسدية والتي وصلت إلى حد الانتهاك الجنسي أثناء وجودهن في تجمعات دينية. أما عن أكثر التقارير جدلا فيما تتعرض له عرائس الكنيسة ما صدر العام 2019 في مقابلة أجرتها الإذاعة الأمريكية العامة مع إحدى الراهبات الألمانية السابقات والتي تحدثت عن عملية اغتصاب جرت لها أثناء مكوثها في إحدى الأديرة، وكانت الصدمة بالنسبة لها حين قدمت شكوى بحق القس الذي قام باغتصابها إذ لم يتعرض حتى لتوبيخ بل تم غض الطرف عن الأمر ما سمح له بمعاودة اغتصابها مرارا وتكرارا. ولأن الأمر ليس حالات فردية هنا وهناك فإنه وفقا لبيانات من مجمع الفاتيكان لمعاهد الحياة المكرسة فإن 4% من التجمعات الدينية قد تم وضعها تحت الرقابة والتحقيق من قبل الفاتيكان بسبب شكاوى مشابهة، وذلك وفق كتاب حجاب الصمت. ويضيف مؤلف الكتاب أن هذه الشكاوى هي جزء بسيط فقط وأن التحقيقات لا تغطي إلا غيظا من فيض بحسب الكتاب والكاتب. كما شاركت وكالة الأسوشيتد بريس والمجلة اليسوعية نشر تقارير مماثلة عن انتهاكات بحق الراهبات، كانت في كثير منها تقارير تتحدث عن انتهاكات جنسية بحق هؤلاء الفتيات. أما عن النتيجة والتي جاءت بها الصدمة الأكبر فهي في إجراءات معاقبة المعتدين والذين هم من القساوسة، فإن جل الشكاوى المقدمة يتم حفظها أو التغاضي عنها أو حتى اتهام الراهبات بأنهن من تعمدن إغراء المعتدين. وطالما مورس الترهيب على من يتقدمن بشكاوى من هذا القبيل حتى وصل الأمر بالراهبات التزام الصمت أو الهرب لتأتي الصدمة الأخرى بحالات مماثلة، خرجت بعض الراهبات للعمل في الدعارة. إلى جانب الاعتداءات الجنسية على الأطفال تحاول الكنيسة التستر على جرائم أخرى. كهنة في جميع أنحاء العالم يتحرشون جنسيا براهبات يخضعن لسلطتهم. المرأة المؤمنة الراهبة التي وهبت نفسها لله وتم استغلالها جنسيا في الكنيسة تعاني من جروح غائرة في كيانها تدفعها حتما للتشكيك في معتقدها.
تضطر راهبات كثيرات ممن اغتصبهن قساوسة إلى ترك سلك الرهبنة عندما يحبلن. يعطي الكهنة المال لرئيسات الراهبات، وهؤلاء يرسلن لهم الراهبات. هذه دعارة، هذه دعارة، هذه دعارة. دين، دين يا ولدي، دين، 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 يخرب بيوتكم، دين. حقا إنها دعارة يا ابن منيرة، وهذه بضاعتكم ردت إليكم. وده كان الجزء الأول من حلقتنا النهاردة، وسيتم الكشف عن أسرار أخرى في الحلقة القادمة إن شاء الله، وهنعرف ليه رجال الدين المسيحي بيعملوا الأفعال دي، وإيه الدافع وراء هذه الأفعال اللا أخلاقية. والحلقة دي هتكون مفاجأة لابن منيرة ولكل المسيحيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.